إذن مشاهدينا صباح الخير لجميع مشاهدي قناة شوف تيفي. كنتواجدوا بسوق البروج برحبة الطليان الشهيرة مشاهدينا. طبعا إقبال كبير على رحبة الطليان صباح يومه الأحد. في هذا البث المباشر غنشوفوا واحد العدد ديال الأشياء الغريبة اللي متواجدة بالسوق ومعروضة للبيع طبعا بتواجد أفراد من الجالية المغربية المقيمة بالخارج. إذن على بركة الله غادي نشوفوا من خلال هذه الجولة واحد العدد ديال الأشياء اللي كتواجد بهذا الرحبة الشهيرة اللي هي رحبة الطليان بسوق البروج مشاهدي قناة شوف تيفي. طبعا مجموعة من الأشياء اللي معروضة للبيع بهذا السوق مشاهدي قناة شوف تيفي. طبعا إقبال كبير عليها صباح هذا اليوم. إذن كما قلت مشاهدي قناة شوف تيفي طبعا تواجد أفراد من الجالية المغربية المقيمة بالخارج واحد العدد ديال الأشياء اللي متواجدة هنا بسوق البروج ورحبة الطليان الشهيرة وإقبال الكبير عليها صباح يومه الأحد. إذن كما قلت مشاهدي قناة شوف تيفي واحد العدد ديال الأشياء اللي غادي نشوفوها من خلال هذا المباشر وهذا الرحبة واللي معروضة للبيع مشاهدينا. احسنت والبومتو العصا ديال المعده هذه الحلبه شاهيه الماكله والمعده مريضه. مجموعة من الأشياء اللي معروضة للبيع مشاهدي قناة شوف تيفي وهذا الرحبة الشهيرة. أحسن وكان المعدة الرمان اللي كيدبغ المعدة والمسران هو الرمان اللي بغى يجربهم غميتي أحسن دواء أرفع دواء غميتي الريال عم سيدي مرحبا العصاب دوم زوي اللي بتاعهم كيشكرنا صغير اللي بتاعهم كيشكرني واللي جربهم كيقول الله يرحم ويهدينا هذا النبغ خويا احسن هو العصاب في المعده والمصران والبوم زوي هذا غروبه. إذن كما قلت مشاهدي قناة شوف تيفي مجموعة من الأشياء الغريبة اللي متواجدة بهذا الرحبة ومعروضة للبيع صباح يومه الأحد وسط إقبال كبير على رحبة الطليان الشهيرة هنا بهذا السوق سوق البروج. طبعا مشاهدينا اللي أصبح كيعرف إقبال كبير وخاصة رحبة الطليان ورحبة سوق أو سوق السيارات المستعملة هنا بسوق البروج إقليم سطات. طبعا كما قلت مشاهدي قناة شوف تيفي مجموعة من الأشياء اللي متواجدة ومعروضة للبيع هذا الرحبة الشهيرة. مجموعة من الأشياء طبعا كما قلت مشاهدينا اللي متواجدة بهذا الرحبة ومعروضة للبيع وسط إقبال كبير صباح يومه الأحد. كان مجموعة من الأشياء ما قلت مشاهدي قناة شوف تيفي اللي معروضة للبيع طبعا بهذا الرحبة بتواجد أفراد من الجالية المغربية المقيمة بالخارج. مرحبا بك اصبر هكا صاحبي بسم الله الى جربتي تشكرني. ما قلت مشاهدي قناة شوف تيفي ومجموعة من الأشياء اللي متواجدة معروضة للبيع وسط إقبال كبير. مرحبا بك أحسن إلى ديتي مرحبا بك كذلك العدد ديال الأشياء اللي متواجدة وكنقلبوا عليها هنا بهذا السوق مشاهدي قناة شوف تيفي. كنت وسط إقبال كبير صباح هذا اليوم. إذن لتذكير مشاهدي قناة شوف تيفي أن هذا الرحبة الشهيرة اللي معروفة بالأشياء الغريبة اللي كتواجد بها واللي معروضة للبيع طبعا ومعروفة بالجالية المغربية المقيمة بالخارج. فكما قلت صباح يومه الأحد كما كتابع معنا على المباشر إقبال كبير مشاهدي قناة شوف تيفي على هذا الرحبة.
مجموعة من الأشياء طبعا اللي تواجد بهذا الرحبة معروضة للبيع طبعا مشاهدينا وسط إقبال كبير. ما قلت مشاهدينا وسط إقبال كبير مجموعة من الأشياء اللي تواجد ومعروضة للبيع. هي رحبة الطليان الشهيرة اللي معروف بها سوق البروج طبعا، ومن غير رحبة الطليان هناك سوق للسيارات المستعملة. تواجد واحد العدد ديال الأشياء اللي معروضة للبيع طبعا مشاهدي قناة شوف تبي. أنا وسط إقبال كبير مشاهدينا هذا الرحبة مجموعة من الأشياء اللي معروضة للبيع. إذن كما قلت مشاهدينا على المباشر من رحبة الطليان الشهيرة إقبال كبير على رحبة الطليان والأشياء الغريبة اللي متواجدة بها طبعا مشاهدينا صباح يومه الأحد كما كتابعوا معنا. بالنسبة ليوم الأحد اللي كيكون السوق الأسبوعي لمدينة البروج، السوق الأسبوعي وسط السوق الأسبوعي كاين رحبة اللي كيسميوها رحبة الطليان الشهيرة اللي كنتواجدوا بها مشاهدينا واللي كتواجد بها أفراد من الجالية المغربية اللي معروفة هذا هو على سموها رحبة الطليان مشاهدينا، وكذلك الأشياء أو السلع اللي كتدخل من الخارج بواسطة الجالية المغربية المقيمة بالخارج. فتحية كبيرة للجالية المغربية المقيمة بالخارج. إذن إقبال كبير مشاهدينا على هذا الرحبة وعلى الأشياء اللي كتواجد بها طبعا بتواجد أفراد من الجالية المغربية المقيمة بالخارج. طبعا واحد العدد ديال الأشياء اللي تقلبوا عليها الزوار ديال هذا السوق أو هذا الرحبة، منهم حرفيين منهم هوات منهم كذلك واحد العدد ديال المواطنين اللي كيزوروا هذا السوق أو هذا الرحبة من جل أنحاء المملكة للبحث عن بعض الأشياء الغريبة ومنها بعض الأشياء النادرة اللي كتواجد طبعا بين كما قلت إقبال كبير مشاهدينا صباح هذا اليوم على هذا الرحبة الشهيرة اللي هي رحبة الطليان. رحبة الطليان اللي معروفة بالجالية المغربية المقيمة بالخارج، ذلك بتواجد العدد ديال الأشياء اللي معروضة للبيع مشاهدة أنا شفت هذي. إذن
نعم مشاهدي قناة شوف تيفي، طبعا كما قلت إقبال كبير على هذا الرحبة صباح هذا اليوم. تواجد العدد ديال الأشياء اللي معروضة للبيع، طبعا مشاهدي قناة شوف تيفي. المعلم كي داير؟ الله يكبر بك. إذن كما كتابعوا معنا مشاهدي قناة شوف تيفي على المباشر من رحبة طاليان بسوق البروج، طبعا بتواجد أفراد من الجالية المغربية المقيمة بالخارج، كذلك واحد العدد ديال الأشياء اللي تواجد بهذا السوق أو هذا الرحبة ومعروضة للبيع. مع مولبوم زوين، شرب الماء خويا، مع اللي شادة الحرقان، مع اللي شادة الجيرة، مع اللي مزيرة مع التوم صارنا وليدية نيفيلا، أحسن دواء، ولكن لا جربتي تشكر لي. شوف حقيقيين ما فيهمش القوالب، النبت، الخرو، الرمان، مرحبا بك خويا، اللي داهم علينا كيشكرنا، واللي داهم كيقول الله يرحم ميدين، أما اللي كيحرقوا البول واللي كيسرقوا البول يجيب 400، هذا النبت، هذا الخرو خويا، أحسن دواء العصب والمعدة والإكازة، هذا العرق صوص. ارفع دواء الجرثومة ديال المعدة والحساسية والدقة، هذه الحلبة شاهية الماكلة والو المعدة مريضة، هذا القزبر الوجع ديال الكشر الوجع ديال المفطار، هذا العرعر اللي ما يخليه عار وكيداوي المعدة والمسرار، هذه الورقة ديال السدرة أحسن دواء التوكال المعدة، هذا الرمان اللي كيدبغ المعدة والمسارنا، اللي جربهم كيشكرنا والشكر لله، هكا صاحبي مرحبا بك. كما كتابع معنا مشاهدينا على المباشر من سوق البروج، طبعا وسط اقبال كبير صباح يومه الاحد على مجموعه من الاشياء اللي كتواجد بهذا الرحبه طبعا ومعروضه للبيع مشاهدي قناه شوف تيفي. إذن مشاهدينا كما تابعتوا معنا من سوق البروج صباح يومها الأحد برحبة طاليان الشهيرة بتواجد واحد العدد ديال الأشياء اللي معروضة للبيع طبعا وسط إقبال كبير اليوم، فمشاهدينا مجموعة من الأشياء طبعا اللي معروضة للبيع كما تابعتوا معنا بتواجد أفراد من الجالية المغربية المقيمة بالخارج، فتحية كبيرة للجالية المغربية المقيمة بالخارج. فمشاهدينا نلقاكم إن شاء الله في مباشر آخر في موضوع آخر بعد ما تابعتوا معنا هذا الجولة من سوق البروج طبعا وسط إقبال كبير على رحبة طاليان الشهيرة والأجواء اللي كتعرفها رحبة طاليان صباح هذا اليوم. نعود لكم إن شاء الله في مباشر آخر في موضوع آخر، إلى اللقاء. مرحبا بك، أحسن وأنا غادي نعتذر.